معانا عبر الهاتف الكابتن امير وجيه، المدير الفني للفريق طبعا او مشروع الموهوبين للسكواش في مصر، وايضا المدير الفني لمنتخب مصر للسكواش السابق. اهلا بك يا كابتن امير. كابتن هيثم اهلا وسهلا بك. انا طبعا يا رب المصر في مصر الهاندبول الفريق ماشي، يعني ربنا يكرمنا يا رب كده ويفوز النهارده عشان يفرح المصريين. وزي ما قلت طبعا السياحه الرياضيه مهمه جدا جدا، دول كتير جدا بتستغل التفوق الرياضي في الالعاب اللي هي مميزه فيها، وبالتالي بتكون دي احسن يعني احسن دعايه للسياحه هي الرياضه طبعا. ومنتخب روسيا السكواش طبعا انت عارف روسيا دلوقتي درجه حراره ماينس 20 و30، فعندهم بطوله بعد شهر بتاعت الناشونال بتاعتهم، فالمعسكر دوت بالنسبه لهم طبعا. مصر زي ما انت شايف بيستمتعوا بالشمس والجو ده، كل يوم الصور بيحطوها على الفيسبوك، كل الفريق الروسي دوت عندهم فولور على الانستجرام بتاعتهم وعلى السوشيال ميديا من الجامعات بتاعتهم والمدارس بتاعتهم والاتحاد بتاعهم، ففي تلقط ان شاء الله كتير جدا لاعبين عايزين يجوا تاني ويتمرنوا معانا، لان مصر طبعا في السكواش هي يعني مصر ام الدنيا وهي ام السكواش كله في العالم، وانت عارف تفوقنا عالميا ان هو دوت اللعيبه عامله طبعا دعايه كبيره جدا لمصر عالميا، بالتالي يعني الحمد لله رب العالمين. هم هنا زاروا طبعا مركز شباب الجزيره المشروع القومي للمواهب للسكواش، وانبهروا جدا بمستوى السيستم والناشئين الكتير اللي بتلعب، بيقولوا لي لعبه يعني لازم يعني المشروع دوت لو اتعمل انترناشونال هتبقى حاجه يعني مصر تنفرد بيها ان شاء الله باذن الله. طب يا كابتن امير، كم لاعب مشاركين واعمارهم السنيه قد ايه يا كابتن امير؟ هو طبعا في توأم اللي هم ابطال روسيا تحت 19 سنه وهم ولد وبنت مميزين جدا جدا، وفي بطل الرجال بتاعهم يعني 23 سنه، واللاعب برضو من فريق الرجال اللي هو 21 سنه. اللعيبه مستواها طبعا فني مرتفع جدا، لياقه بدنيه غير عاديه. يمكن النهارده بعد التمرين بيستمتعوا بقى بالجو بتاعنا وبيقعدوا في الشمس، بيحاولوا ينزلوا يعملوا رهاب في حمام السباحه في البول، بيستغلوا كل لحظه بيستمتعوا بيها. بالليل الماتشات النهارده في النادي الاهلي، بشكر مجلس اداره النادي الاهلي طبعا والجهاز الفني والجهاز الاداري، المجمع تحفه، ثمان ملاعب الاعلى مستوى، اللاعبين متميزين جدا. دايما النادي الاهلي فتح طبعا دراعاته لكل الابطال العالميين اللي بيجوا، ثاني مره بنلعب مباريات وديه مع النادي، وان شاء الله هيكون في اكيد لقاء ثاني مع النادي الاهلي ان شاء الله. رحنا النادي بيوبلس بنتمرن طبعا التمرين الاساسي بتاعنا في نادي بالم هيلز، اللي هو يعني هدف كبير جدا من عندنا من الاهداف الاكاديميه هو استخدام المعسكرات، لان في الحمد لله في عندنا اكثر من دوله هتيجي ان شاء الله تشارك في الفتره اللي جايه، وده اهم حاجه طبعا السياحه الرياضيه اللي احنا. طب كابتن، الاجراءات الاحترازيه طبعا انت عارف الاوروبيين عامه لما بيطلعوا بره اوروبا زي ما شفنا في كاس العالم كره اليد بيبقوا قلقانين من الاجراءات الاحترازيه، كان تعليقهم ايه اللعيبه الروس لما جم وشافوا يعني الاجراءات الاحترازيه اللي بتتبعها مصر او الاكواد اللي حطها وزاره الشباب والرياضه؟ كابتن هيثم بص، هم طبعا قبل ما بييجوا بيعملوا البي سي ار، وهنا طبعا في عندنا في النادي ما حدش بيخش لما بيقيس حرارته، في عندنا التعقيم، في عندنا كل الاجراءات الاحترازيه للوزارة الشباب، بروتوكول الوزارة الشباب الرياضه مع الاتحاد المصري للسكواش بيبعتوه على الانديه بينفذ بحذافيره، ما بيبقاش في اولياء امور بتخش جوه المجمع، اللاعب بس بيبقى لاعب اثنين لاعبين بس في الملعب، بيبقى في طبعا اول ما بخلص التمرين بيطلع على طول، محدش بيبقى جوه الصاله، في كل الاجراءات طبعا بتتنفذ بحذافيرها، وده اللي بيدي ثقه للناس كتير ان هي تحاول ترجع تاني وتيجي تاني، وان شاء الله باذن الله يعني في اكثر من دوله عربيه ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه يعني على رمضان هينزلوا عكروا معانا في مصر، وده اللي احنا يعني بنحاول ان احنا طبعا دعم السياحه الرياضيه المصريه. ان شاء الله كابتن امير وجيه بشكرك شكرا جزيلا، ويمكن يعني زي ما حضراتكم شايفين ده يعني كان كلامنا مع كابتن امير. زي ما قلنا السياحه الرياضيه فكر مصر غابت عنه كتير، بالرغم ان احنا عندنا الامكانيات. انا شفته كابتن امير وجيه بيقول انه يعني الحقيقه جو مصر والبنيه التحتيه والملاعب كل ده المفروض يستغل بشكل كبير جدا سواء عربيا عالميا. الحقيقه علي زين حط الجون ال 24 22، الحقيقه منتخب مصر بيأدي اداء كويس، فاضل 5 دقائق ننشف شويه، العمليه بتقرب ان شاء الله، والحلم الكبير بالتأهل لدور الثمانيه بنقرب. يمكن برضو سلوفينيا حطت الجون 23، ما فيش مشكله ان شاء الله ينتهي المباراه وتنتهي المباراه، احنا عايزين مكسب يتعادل يكفينا ان شاء الله للتأهل. فان شاء الله نشوف الفتره اللي جايه زي ما قال كابتن امير منتخبات كتير والعاب كتير طبعا تبتدي تسوق لده في مصر، احنا جاهزين لاستضافه كل الفرق كمعسكرات، والسياحه الرياضيه دخل مهم جدا للاقتصاد المصري.